القضية ممكن هو على فكرة عصام شاولي الأول قال علي معلول، هو ولدنا علي معلول، حتى كمل بعد كده هو ولدنا أفشة، كملها على أساس القصة تمشي. هل كلمة القضية ممكن، هل تعليق عصام شوالي على اللعبة اداها جمال أكبر يا أفشة؟ طبعا يا كابتن، طبعا طبعا. هو معلق كبير طبعا. وانا بحترمه جدا وبحبه على المستوى الشخصي. كلمته؟ بصراحه والله هو تواصل معايا، انا تواصلت معاه. آه. كان يوم فرحي كمان هو كلمني وانا كلمته، بارك لي. بصراحه هو من الناس المحترمه وانا بحبه جدا، يعني من قبل الجون ده وانا نعم بحبه جدا، بحب طبعا. اسمعه لان هو معلق كبير بصراحه. ف يعني هو خلى كل حاجه بقت حلوه هو خلد الهدف. بالظبط كده يا نعم كابتن. يعني هو اصلا كان مبدع في المباراه، انا ده اتفرجت صحيح. على الماتش كله نعم تقريبا كذا مره يعني. فلا هو يعني من اول دقيقه لحد اخر دقيقه نعم هو بيطلع كلام حلو، هو بيقول كلام حلو، هو بيبدع فيه. صح. فهو بصراحه من الناس اللي لما تسمعه في ماتش ما تزهقش منه، يعني تحب انك تسمعه يعني. فتعبير القضية ممكن ودى الجون في حتة تاني، طبعا دي حاجه كبيره جدا. ودى قفشة كمان في حتة تاني، بالظبط لأنه ده مهم يعني. طبعا.